جاي من القامشلي وقطعت مسافة 150 كيلومتر بس لنجي نحتفل بيوم عيد العمال وننبسط بهاليوم وننسى أوجاعنا وهمومنا ونبعد عن واقعنا المليان بالأوجاع شوي، ومثل ما نكون شايفين مليانين عالم وأولاد فرحانين ومبسوطين بهاليوم، والحمد لله يعني مبسوطين كتير. جميع الأهالي أو المجتمع التي يقيمون في روجافا يطلعون بهذه المناسبات، وبالأخص بمناسبة عيد العمال. هذه المناطق هي مناطق اصطيافية يعني عندنا، مثل مناطق السدود أو مناطق عن ديوار أو مناطق مثلا المنطقة هذه التي نحن الآن فيها. نحن جايين هون على شم شرف منطقة الديرك، وأنا وعيلتي وكنتي وبنتي وجايين ننبسط ونشوف ونريح بالنا وناكل أكل حلو ونجيب شغلات ونجيب أكل ونسوي ونشوف العالم ونشوف الدنيا، وكويسة ومناسبة عيد العمال العالمي، والعالم كله تطلع لبعض تشوف بعض وتكيف والحمد لله مبسوطين، نشكر الله والحمد لله.